بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم وجبه مطبخ ام باسل، جايه لكم النهارده بوصفه رائعه جدا جدا وسهله جدا جدا، وصفه اخر الاسبوع. مش قادره تعملي اكل بقى وزيتي من وقوف في المطبخ، وعايزه حاجه جديده كده وتفتح النفس للولاد. النهارده هنعمل فطاير بوش بيتزا بعجينه فظيعه يا جماعه، سهله جدا ولينه العجينه وطريه وتستاهل ان انت تقفي تعمليها. بصوا شايفين لسه طالعه من الفرن، شايفين طراوتها، حشوتين بقى احلى من بعض. انا مش عايزه افتح لكم بقى واحده وتشوفوا الجمال اللي جوه، هي سخنه جدا جدا. يلا نشوف مع بعض الفيديو، بس قبل ما نروح نشوف الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل. يلا بينا مع بعضينا نعمل احلى فطاير النهارده بطريقه جديده. يلا بينا، يلا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل العجينه بتاعتنا النهارده ازاي. انا عندي 3 كوبايات دقيق، اهم حاجه عشان العجينه تبقى ناجحه معاكي لازم تنخلي الدقيق من مصفه يعني ضيقه جدا، علشان ايه؟ يعمل يطلع الرطوبه كلها اللي في الدقيق ويديني هشاشه سواء في مخبوزات او في كيكات. تمام بالشكل ده كده. انا نخلت شويه اهمت، هعمل ايه؟ احط بس الطبق كده وابتدي احط عليه رشة ملح ومعلقة بيكنج باودر وابتدي ايه انخلهم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنخلهم ونيجي ايه نكمل كده. الدقيق والبيكنج باودر والملح اتنخلوا، عندي كيس لبن باودر او معلقتين لبن بودرة لو انت بتجيبي السايل. هنحط معلقة خميرة فورية اهو، خميرة يعني سكر علشان تطلع التفاعل في الخميرة اهو، معلقة سكر. عندي 3 معالق زيت، اي نوع زيت حبات انت بتستخدميه اهو. الحاجة بقى النهاردة الجديدة مع نخل الدقيق اللي احنا هنعملها، ان احنا عندنا كوباية مية دافية، دي معروفة علشان العجينة بتاعتي تنجح وتبقى نافشة كده وهشة. هنحط عليها معلقة خل اهو على المية الدافية اللي احنا هنعجن بيها. حلو الكلام، حلو جدا. يلا بقى نروح على العجان او بايديك، شوف انت هتعجني بايه، ونبتدي نضرب المكونات دي كلها. هضيف كوباية المية اللي عليها معلقة الخل، واهم حاجة تكون المية دافية. ولو العجينة بتاعتك محتاجة مية هنضيف، او نوعية الدقيق محتاج مية هنضيف. هنشوف دلوقتي كده، انا شايفة ان العجينة بتاعتي محتاجة ربع كوباية مية، نضيف الربع ونعجن برضو. تعالوا نشوف العجينة كده، كده تمام زي الفل. ربع كوباية المية يعني كمان الا معلقة، محتاجتش اكتر من كده. بصوا طريه وجميله اهي زي الفل، بصوا شايفين الطراوه بتاعتها، وهتبان كمان لما نشتغل فيها. هحط في البوله بتاعت العجن نقطه الزيت كده مش كتير، وابتدي امسح فيها العجينه كده من فوق ومن تحت. تمام بصوا شايفين العجينه ما شاء الله، صوابعي بتغرس فيها وما بتلزقش. تمام دي كده ايه تمام وزي الفل. اي عجينة معانا علشان تخمر بسرعة لازم نغطيها باي بلاستيك، بكيس بلاستيك، بالبلاستيك راب، ستريتش، اي حاجة موجودة عندكم نغطيها كده، وبعدين نغطيها بفوطة نضيفة ونسيبها في المكان دافي كده لغاية ما تختمر معانا. ونيجي نشوف هنجهزها ازاي. كده كده اهو، مبقاش فيها منفس خالص كده عشان ده بيساعدها ان هي ايه بتختمر بسرعة. ادي الفوطة تمام، ونسيبها بقى ايه لغاية ما تختمر ونشوف هنجهزها ازاي. يلا نقول بسم الله ونشوف العجينة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، هي العجينة زي الفل اهي، حمرانة ومكان كمان ما صوابي معلمة فيها. هبتدي بقى هروح مقطعاها مثلا الحجم ده عشان يبقى كله حجم واحد
قد ايه يعني البيضاية كده حجم البيضة، شايفين؟ علشان يبقى كلها ايه طالعة قد بعض. عايزة تفرزيها وبعدين تقطعيها بأي قطاعة زي ما انت عايزة. عايزة تعمليها كده اسهل، الطريقة اللي تريحك اعمليها بالشكل ده كده. تمام، اديني قطعتهم كور صغيرة، همسك كرة كرة كده واروح ايه مكوراها ومساويها بالشكل ده كده. كل الكمية اللي عندي كده كده خلاص كورتهم زي ما انتم شايفين اهو. عملوا ما شاء الله معايا 22 كورة. هغطيها بقى ايه تستريح، ونجيب بقى ايه الحشوات اللي احنا هنحشي بيها. كان عندي علبة تونة حطيت عليها ملح وفلفل وكمون وشطة، وحطيتها في مصفى عشان تصفي اي زيت فيها عشان ايه ما يبلليش العجينة ما اجي احشيها، وموتزاريلا وحتة جبنة فلمانكي يعني اي بواقي تلاجة. تمام، وهقول بسم الله وهاخد كورة كده واروح فاتحاها اهو بالشكل ده كده، واروح حاطه شويه تونه. احنا بقى ايه عايزين حاجه خفيفه، مش عايزين ايه يعني نحط حاجات كتير حشوات كتير. عايزه احط فلفل زي ما انت عايزه وشويه موزاريلا، وابتدي اروح مقفله على الحشوه بتاعتي كويس عشان ما تطلعش بره. اعمليها كده كويس واقفليها اهي اهو بالشكل ده كده. العجينه ايه ما شاء الله يعني لينه وطيعه، هتتقفل معاكي وتتشكل معاكي بكل سهوله. تمام اهو بالشكل ده كده، ومبطه تبطيطه بسيطه خالص مش كتير. فطاير صغيره كده، ميني ميني فطاير يعني مش فطاير كبير. بصوا نقفلها من ورا هنا كويس كده اهو بالشكل ده كده. وعندي الصاج بتاعي ده هنا دهنه بسيطه من الزيت اهو، واروح حاطه فيه الفطاير زي ما انتم شايفين كده، وضغطه بسيطه كده. وايه خلص بقى كل الكميه ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هي كده ما خلصتش، لسه هنعمل لها حاجات تانية. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الفطاير بتاعتي وسبتها ايه غطيتها 10 دقايق بفوطه نظيفه ايه لغايه ما تختمل. تمام، انا بقى دلوقتي ما عنديش الصوص بتاع البيتزا، اعمل ايه؟ عندي كاتشب عادي، عندي هوت صوص، عندي كاتشب حار، احط من كل حاجه معلقه واخلطهم على بعض اهو، يعني الدنيا مش هتقف. الهوت صوص ده خطوه اختياريه، ونقلب ونبتدي ندهن وش الفطاير بتاعتنا. عايزه اقول لكم انا نسيت اقول لكم ان انا عملت واحده، بصوا كبيره اهي شايفينها، استنوا بس ايه اوضحها لكم اهي. عملت واحده كبيره اهي مميزه عنهم، حطيت ايه فيها ميكس جبن. هندهن بقى وش الفطاير كلها كده بالبيتزا زي ما انتم شايفين، بالكاتشب سوري، وبعد كده هنيجي نشوف هنحط على وشها ايه. بصوا بعد ما حطيت على وشها الكاتشب زي ما احنا شايفين، وحطيت شويه موتزاريلا، هبتدي بقى ايه هزوقها كده، احط مثلا ايه واحده فلفل رومي كده اهو، وواحده زيتون شرايح زيتون كده في النص، مش عارفه باين ولا مش باين اهي كده، وشريحة الزيتون في النص. تمام، هبعت لكم بس الكاميرا كده عشان تبان اهو، دي كده اللي هي معموله ميكس جبن. نحط كده اهو، ونحط شريحة الزيتون. تخلص بقى ايه كلها كده الشكل ده زي ما انتم شايفين، شكلها روعه بصراحه، يفتح النفس وهي نيه. وابتدي احطها مشغله الفرن بتاعي على 180 او 190 على حسب حرارة الفرن ايه بتاعك، ونحطها على الشبكة، ونخلينا طبعا ايه ميتة بعينها علشان هي مش بتغيب. تمام، وبعد ما تخرج بقى نشوفها مع بعض. حبايبي الفطير بتاعتي خلصت اللي بوش البيتزا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ رائعة، بقول لكم رائعة بمعنى رائعة، وريحتها تحفة. هي سخنة جدا وانا طبعا مش عارفة اطلعها من سخنيتها، شايفين اللي هي الكبيرة دي؟ تهدى بس شوية ونطلعها بقى في طبق وندوق مع بعض احلى فطاير بوش بيتزا. حبايبي ادي الفطاير بتاعتي اهي، طلعتها من الصاج ورصيتها في طبق. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين سواها وطراوتها؟ بجد بجد مش قادرة اقول لكم. شايفين هي سخنة طبعا وبتتكلم لوحدها، شايفين؟
شايفين الحشوه بتاعتها وشايفين العجينه من جوه عامله ازاي. واو رائعه يا ام باسل بجد. بصوا كتنيه جدا جدا وفظيعه بجد بجد رائعه. انا عايزه افتح لكم واحده اللي بالجبنه، انا مفرقاهم عن بعض عشان ايه، واحده بالجبنه وواحده بالتونه. بصوا شايفين اللي بالجبنه، جبنه الفلامنك والموزاريلا، بجد لازم تجربوها. دي كانت فطاير النهارده لجوش البيتزا، سهله ولذيذه جدا وتغيير في الاكل يا جماعه. يلا جربيها وقولوا لي اكل جميل ايه، وما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل، وشير للفيديو عشان يوصل الناس كلها. اشوفكم على الف خير ان شاء الله. فسفه سهله وسريعه مطبخ مباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.